بص شباب، انا حاطط رصاصة تقريبا 8 جرام، وحاطط تحتيها كده حتة كاوتشة علشان الرصاصة ما تزنقش في المدور ده سويفل، وحاطط شعر تحت 35، والسن ده مقاس 6، حاطط في حتة كاليماري زي ما انتوا شايفين كده، والبونجز بياكل من على الارض، ما بياكلش من فوق الارض، يعني دايما بيدور على الاكل على الارض، عامل زي الحفار وابو نقطه، بياكلوا من على الارض اكتر من ربع المياه اللي تحت. بصوا شباب، في ضرب غالبا هيكون بونجز، اللي هو نوع من انواع الشعور. الصمال بيضرب ازاي؟ اعتقد ان هو بونجز، دي ضربته، ممكن تكون حفار. لا هو بونجز، السمكة دي لطيفة جدا بس شوكها مقرف. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش شايف لحد دلوقتي ده ايه. حريت بونجز، نوع من انواع الشعور، بس ده بالع بقى. الحفار بقى له حبة ما كانش شغال، كفارة يا ريس، كان محبوس تلاقيه ولا حاجة. أول مرة أشوف حفراية من حوالي شهر ونص. مش وحش قد كف الايد، رزق من الله، بس دي بيبقى طعمها حلو جدا. السمك الصغير اللي بالحجم ده يا شباب بيبقى فيه الخير، طعمه حلو جدا. في حريت تحت هنا شكلها بتاكل. الحفرات الجميلة دي سبحان الله، حفرات حلوة محملة. مليان حريت، انا بمسك بالفوطة ليه؟ علشان دي بتزفلت جدا جدا،
يعني مهما مسكتها بإيدك بص اسنانها عاملة ازاي. اه حتى من الفوطة بتزفط. في سمكة حريت تحت بتاكل اهي، سحبت. اه داخلة تاني عليها، عايزة تبلع، بس تبلع. انا شايفها تحت يعني. سمكة هنا مش عارف كلت ولا لسه. اي اي شباب، انا اول مره اطلع سمكه يا بلجيكايه. بس مش عارفين ايه السمكه اصلا. طب تكونوا شايفين جروبر، سمكة من أنواع من الهامورات. بسم الله ما شاء الله. الجاية اهي، بس اهدي اهدي اهدي.